وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة. وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. أدانت الخارجية المصرية الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت مصر على أن استمرار مثل تلك الخروقات وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مشددة على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية. أعلن الكرملين استعداده لتطوير علاقات بناءة مع روما بعد فوز زعيمه اليمين المتطرف جورجيا ميلوني في الانتخابات مع إيطاليا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لدى سؤاله عن فوز ميلوني: نحن مستعدون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلادنا، وتبدي رغبة في أن تكون بناءة في العلاقات مع بلدنا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استبعاد فريق فولكان من جزر القمر بسبب عدم وصوله إلى سيشل خوض مباراة إياب الدوري التمهيدي ضد مضيفه لباس. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جزر القمر انتهت بفوز فولكان بهدف، لكن الفريق الفائز لم يتمكن من الوصول إلى سيشل لخوض مباراة الإياب، ومن المقرر أن يتأهل لباس إلى دور 32 لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل إلى هذا الدوري تلقائياً.